أهلا وسهلا بكم من جديد. أي حلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الكارثة هذه من تداعيات فيروس كورونا وهذا الوضع الصحي الوبائي الصعيب؟ هذه التساؤلات نرفعها على ضيفنا بعد شوية عز الدين سعيد الخبير الاقتصادي في إيكونوف. كما قلت لكم ضيف إيكونوف الأسبوع هذا عز الدين سعيد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لكم جميعا واعتذاري اني مش موجود معكم في الاستوديو. مرحبا بك وشكرا لك انت على تلبيه الدعوه هذه، موجوده معنا بطريقه او باخرى ونعرفك ديما تلبي لنا الدعوه نتاعنا. خلينا نبدا معك مباشره سي عز الدين سعيدان في هالوضع الصعيب. صندوق النقد الدولي يمنح تونس 745 مليون دولار اي ما يعادل 2150 تقريبا مليار كتمويل طارئ لمجابهه أزمة الكوفيد 19. يقول قايل شنجم يعمل لنا المبلغ هذايا؟ كيفاش نجم ونستغلوه؟ وين يلزم تمشي الفلوس هذه اليوم؟ أولا هو قرض خلافا لما قيل في بعض وسائل الإعلام، والقرض هذايا على 5 سنوات، فيه 3 سنوات إمهال وإرجاع يتم على سنتين بعد سنوات الإمهال، ونسبة الفائدة فيه 1% فقط، وهي يعني جزء من برنامج خاص حتى صندوق النقد الدولي على ذمة كل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. وهناك 85 دولة إلى حد الآن اللي قدمت مطالب وتحصلت على مثل هذا القرض من صندوق النقد الدولي. هنا نحب نذكروا حاجتين. الحاجة الأولى أنه قبل هذيك كان عندنا 1.2 مليار دولار في القرض الأخير لصندوق النقد الدولي، كان من المفروض الحصول عليها ولكن مع الأسف تم إلغائها، وهي تساوي تقريبا 3.5 مليار دينار تونسي، وتحصل تونس على 745 مليون في إطار هذا البرنامج الخاص، وليس هناك أي ربط ما بين الاثنين. يعني هذا القرض ليس تعويض لما تم إلغاؤه. الشيء الثاني أنه السيد رئيس الحكومة والسيد محافظ البنك المركزي في نطاق الملف اللي تم تقديمه أخذوا بعض الالتزامات، ومن ضمن هذه الالتزامات هو أنه يعني محاولة التصرف في التوازنات المالية مباشرة بعد نهاية الأزمة، وهذا فيه كلام كبير، لأنه أولا الأزمة ستكلفنا الكثير، ويعني التقديرات الآن هو أنه هذه الأزمة يعني باش تتسبب في انكماش، يعني في نقص في الناتج الداخلي الإجمالي في تونس بحوالي تقريبا 5%، صندوق النقد الدولي يقدرها ب 4.3، ولكن ربما تكون في ذلك المستوى أو أكثر إذا يعني زادت طالت الأزمة، ربما يكون أكثر. تقريبا نحن نخسر 1% من الناتج الداخلي الإجمالي كل أسبوع في الحجر الصحي هذا، وطبعا هذا مش احتجاج على هذا الإجراء، يعني أرواح التوانسة وصحتهم لا تقدر بثمن، وهي الأولوية القصوى، ولكن أيضا لابد من التفكير في اقتصاد التوانسة. ماذا بعد الحجر الصحي؟ ماذا بعد الخروج من الكونفينمون هذا؟ بالضبط سؤال يطرح، لكن قبل ذلك الفلوس هذه وين يلزمها تمشي سي عز الدين سعيدان؟ وين يلزمها تتوزع؟ كيفاش طريقة التعامل معها في هذا الظرف الحرج؟ احنا نذكروا ان السيد رئيس الحكومه قال راهو رصدنا مبلغ 2.5 مليار دينار لمجابهه هذا الوضع. والمبلغ اللي حصلنا عليه من صندوق النقد الدولي يساوي تقريبا هذا المبلغ 2.1 مليار دينار مقابل 2.5، ولكن هذا دليل قاطع ان الكلفه الجمليه لن تكون 2.5، ستكون اكثر بكثير، ستكون ربما في حدود 10 مليار دينار أو أكثر من ذلك. الكلفة ستكون عالية جدا، والسؤال هنا كيف سنحصل على هذه الأموال؟ كيف للدولة التونسية أن تتمكن من الحصول على الأموال الضرورية اللازمة لإنقاذ الاقتصاد وإنقاذ المؤسسات، إلى جانب تحمل كلفة هذا المجهود الصحي الاستثنائي والغير مسبوق في تاريخ تونس؟ هنا يجي سؤال كبير. يعني ندرى احنا باش نبجلوا يعني إنقاذ الاقتصاد أو الحفاظ على توازناتنا المالية؟ وفي رأيي أنا ومن باب المسؤولية لابد من التضحية إذا لزم الأمر بالتوازنات المالية وإنقاذ الاقتصاد. المطلوب الآن هو أنه حتى ولو خرجنا من هذا الوضع
بانكماش اقتصادي ب5% أو أكثر. الأهم من هذا كله أن يكون الاقتصاد واقف على سقيه، أن يكون المؤسسات التونسية موجودة ولم تندثر. وهنا نحب نذكر أنه من الآن نحن نخسر الآلاف من مواطن الشغل والآلاف من مواطن الرزق في تونس، وهناك مؤسسات اندثرت في يعني إلى مستوى هذا اليوم. فبالتالي نرجع للوعد أو للهدف اللي قال عليه السيد رئيس الحكومة. قال الهدف نتاعنا أنه ما نخليه حتى تونسي مخصوص وما نخسره حتى مؤسسة اقتصادية وحتى موطن شغل. فسؤال كيف ذلك؟ ماذا كيف أعددنا ذلك؟ شنو الاستراتيجية؟ شنو حضرنا بالضبط؟ في رأيي الآن السيد رئيس الحكومة عنده تفويض في نطاق الفصل 70 من الدستور، وهو قادر على اتخاذ إجراءات استثنائية بالمراسيم. ومن أهم هذه المراسيم في رأيي أنه يسمح للدولة التونسية أن تقترض مباشرة، ونقول مباشرة يعني بدون المرور عبر البنوك التونسية، مباشرة من البنك المركزي المبالغ اللازمة لمجابهة هذا الوضع ولتقديم كل الدعم وكل السيولة للمؤسسات الاقتصادية، اللي ما ننساوش اللي هي الآن لقت نفسها في وضع أن يعني نفقاتها ما زالت عندها، الأجور لازمها تدفع، هناك العديد من النفقات الأخرى لازمها تجابها، ولكن في المقابل أما ما عادش عندها دخل بالمرة أو أن دخلها يعني تقلص بشكل كبير جدا. فلا بد من تقديم المساعدات الإضافية في شكل قروض إضافية لهذه المؤسسات، وذلك بضمان الدولة التونسية، إما ضمان كامل أو ضمان جزئي. وهنا لابد من يعني برنامج كبير واستراتيجية واسعة مع البنوك التونسية لتقديم هذه السيولة الضرورية، والتي بدونها راهو العديد ربما مئات أو أكثر من مئات المؤسسات ستندثر. بالضبط. سنفقدها وما ننساوش. نعم سياس دين سعيدان، هناك من يرى أيضا ويدعو للترفيع في طباعة الأوراق النقدية في الظرف هذية، وثم اللي يقول لك لا ردوا بالنا إذا كانت تصير العملية هذية راهو باش نمشيو نسبة التضخم باش تخرج على يدنا وباش يولي فيها ارتفاع رهيب ورهيب جدا. والسؤال هنا وبرا ارتفعت نسبة التضخم المالي وبرا ارتفعت الدين العمومي، أما أفضل نضحي بهذه التوازنات المالية الآن ومن بعد نلقى اقتصاد مازال واقف على سقيه ونجم نعاود ننطلق به، أو يعني نحافظ على توازناتنا المالية الآن ولكن نضحيه باقتصادنا ونضحيه بمؤسساتنا الاقتصادية؟ هذه هي المعادلة. نعرف هي معادلة صعبة، ولكن في رأيي يعني هناك أولويات، إنقاذ الاقتصاد أهم وأبجل بكثير من الحفاظ على توازناتنا المالية الآن. حتى ولو ارتفعت نسبة التضخم المالي إلى 10% أو أكثر، أو حتى إذا ما ارتفعت الدين العمومي إلى 100% من الناتج الداخلي الإجمالي أو أكثر، الأهم هو إنقاذ الاقتصاد حتى نتمكن من إعادة الانطلاق. ولكن ما الفائدة وما الجدوى إذا كان نلقاو روحنا بعد الخروج من هذا الوضع باقتصاد معناها منهار ومؤسسات مندثرة، شنو نجمو نعملو؟ وما هي الفائدة من نسبة التضخم المالي المسيطر عليه بذلك الوضع؟ هذه نقطة مهمة جدا. من نسبة الدين العمومي المسيطر عليه بذلك الوضع. تبقى معنا سي عز الدين سعيدان، تفاعلات من الاستوديو جيك، ونبدأ مع برهان سيس. تفضل برهان. تحياتي سي عز الدين. نعم يعني تحياتي سيد الكريم. يعني من الواضح أن مقاربتك الآن تأقلمت مع الوضع المستجد، وضع الكورونا اللي هو وضع استثنائي. سي عز الدين سعيدان، نعم، كانت المقاربة بتاعه واضحة. نعم. إيقاف النزيف لاستعادة التوازنات، التحكم في عجز الميزان التجاري، التحكم في التضخم. الآن هذا الكل يلقى وراء الظهر، نحن في مرحلة جديدة. الأولوية الآن هي الإنقاذ خارج إطار الحرص على التوازنات الاقتصادية التقليدية من نوع العجز في الميزانية، من نوع سعر الدينار، من نوع التضخم إلى آخره. ولكن سي عز الدين، ونحن نحتفي بالقرض المسند لنا من صندوق النقد الدولي، وأنت من أكثر العباد اللي كنت تدعو إلى لغة عقلانية هادئة تجاه صندوق النقد وتجاه الشيء اللي كانوا العباد يسميوه شروط، أنت تقول مش شروط، احنا اللي نمشيوا له. صندوق النقد هذا نفسه وقت اللي أعطانا الزوز هذية مليار والمبلغ الأخير هذايا، حبره أيضا ببروتوكول مطالب لم تخرج على السياق التقليدي ما قبل الكورونا. صحيح. كان قريت البلاغ متاعه الممضى باسم المدير المساعد للمدير العام لصندوق النقد، نفس الشيء، حرص علينا قال لنا التضخم ليه
تعالجوا العجز في الميزانية، تدخلوا في الإصلاحات، تقلصوا من كتلة الأجور، الدينار يزيوا من دعمه بالزرارق، خليه يدخل بقيمته الحقيقية في سوق الصرف. يعني بلاغ صندوق النقد وكأنه يتحدث عن حالة ما قبل الكورونا. وانت لهنا سي عز الدين تجي تقول لنا لا ما يهمناش توا الأولوية، ما يهمنيش في التضخم، ما يهمنيش في عجز الميزانية، هات الأولوية لإنقاذ وتوكيل العباد الخبز. كيفاه نوفقوا سي عز الدين لهنا؟ سيدي الكريم، التوفيق واضح جدا في رأيي، وبلاغ صندوق النقد الدولي أنا قريته بالحرف وبالسطر وبالكلمة، وهذا البلاغ يقول أن تونس ستتحمل تقلص في الناتج الداخلي الإجمالي ب 4.3% وهي لم تشهده منذ الاستقلال. وهنا جي نقطة التناقض متاع صندوق النقد الدولي في هذا البيان، وقت الناتج الداخلي الإجمالي يتقلص ب 4.3% أو أكثر، بصفة آلية التضخم المالي سيرتفع، وبصفة آلية الدين العمومي سيرتفع. وبالتالي يعني ما كتبه صندوق النقد الدولي سيتم احترامه مع إنقاذ الاقتصاد. إذا كان نقرأه بصفة ضيقة جدا فسنخسر الاقتصاد التونسي وسنخسر المعركة الاقتصادية الهامة جدا، ونكون حافظنا كان على التوازنات جزئيا مش حتى محافظة كاملة، لأنه في ظل الانكماش الاقتصادي لن يتمكن أي بلد أي دولة لن تتمكن من الحفاظ الكامل على توازناتها المالية. فبالتالي أن نضحي بها ونفتخر بعد ذلك بأننا اتبعنا سياسة مكنتنا من إنقاذ اقتصادنا وإنقاذ مؤسساتنا الاقتصادية، وهذا ممكن. وتونس كلها الآن يعني تنتظر وفي حاجة إلى جرعة من الأمل، وهذا يعطينا الأمل الكافي أنه حتى رغم الصعوبة الكبيرة جدا في مزيد الاقتراض من الخارج أو الذهاب إلى السوق المالية الدولية، هناك حل بالتعويل على إمكانياتنا الذاتية حتى ولو أدى ذلك إلى انخرام التوازنات العامة. هذا يعني ثمن نحن قادرين عليه، وسنتعامل مع هذا الانخرام بعد الأزمة، وكما يقال لكل حادث حديث. وكما يقال أيضا يا أخي برهان أنه اللي تكلفوا بإطفاء الحريق ما تحاسبوش على فاتورة الماء. أي ولا سي عز الدين بربي، سؤال أخير يهم طول الجو اللي قاعد داير والتصريحات الحكومية اللي البعض العباد فهموها تمهيد للانضباط لما طلبه صندوق النقد. قصة وقت اللي يتحدث على أن الحكومة التونسية مطالبة أيضا رغم الظرف بالتحكم في كتلة الأجور. اليوم سمعنا مسؤولين حكوميين يلمحوا حتى للشهاري بتاع قطاع الوظيفة العمومية، يلمحوا أنه باش بداوا بقصة هذه البنوات بتاع الماكلة، وقالك الله أعلم على قصة المنح الخصوصية، الله أعلم على السويعة الزايدة، بل والله أعلم حتى على شهاري ما بعد أفريل. يعني سي عز الدين، يعني ما يكونش هذايا نجم نتفهم أنه داخلين على سياسات تقشف أول ما تستهدف القطاع العام؟ إذا كان باش نمشيو سي برهان في سياسة تقشف، إذا كان باش نمسوا من الشهاري الآن وفي هذا الوضع الصعب، سنكون دخلنا في طريق خطأ. لأنه من التحديات للاقتصاد التونسي اللي جاي الآن هي الطلب. لو الطلب بينخفض بشكل كبير بشكل حاد، وقتها ندخل في أزمة اقتصادية خطيرة جدا. لابد من الحفاظ على مستوى الطلب، وبالتالي لابد من الحفاظ على مستوى الدخل المواطن التونسي سواء خدم ولا ما خدمش. في هذا الوضع بالذات هناك دول الآن في العالم توزع في الفلوس على العائلات، خايفين من نزول مستوى الطلب على المنتوج. إذا كان الطلب يغيب من السوق، ما فائدة يعني إنقاذ المؤسسات الاقتصادية؟ مؤسساتنا في حاجة أمامها لمستهلك، الحاجة لمن يطلب المنتوجات نتاعها. والحقيقة هناك العديد من الدروس اللي لازمنا نتعلموها ونتلقاوها من هذه الأزمة الخطيرة جدا، وربما نحوصلها كان تسمح لي في 3 نقاط. النقطة الأولى يعني أن نخليه الاقتصاد الموازي يستفحل علينا بهذا الشكل ويجيوا يعني المحتكرين يصبحوا أقوى من الدولة، هذه نتيجة حتمية لأننا تساهلنا مع الاقتصاد الموازي. لابد من حل جذري لهذه المعضلة. الدرس الثاني هو التكنولوجيا.
نحن تأخرنا كثيرا في الرقمنة وتأخرنا كثيرا في التكنولوجيا وتحملنا أخطاء كبيرة جدا الآن، وعنا الكفاءات في تونس اللي ربما تلحقنا في وقت اقتياسي في وقت قصير جدا على الأمم الأخرى والدول الأخرى باش نتدارك هذا التأخر. والدرس الثالث ومؤسساتنا العمومية أنك تخليها توصل إلى هذا الوضع، وضع الإفلاس، وقت تجي في وضع صعب كما هذا وتستحق لهم تلقاهاش سي برهان، هذا من الدروس القاسية اللي في رأيي يلزمنا نفهموها الآن ويلزمنا نداركوها مباشرة بعد هذه الأزمة، كما يلزمنا أيضا إعادة نظر كاملة وشاملة في طريقتنا لتسيير اقتصادنا أو فيما يسمى بمنوال التنمية في تونس. تبقى معي سي عز الدين سعيدان، معك ناجي الزعيري، تفضل ناجي وأسألتك لي. مرحبا بك سي عز الدين. نعم حقيقة عندي برشا أسئلة، مش حاول نحاول نلخص برشا وقت. ثم شكون اللي قال انه القرض نتاع 2.2 مليار دينار اللي عطتونا الفيمي خدته تونس باش يعوض القسط اللي كانت مش تحصل عليه تونس في اطار المراجعات يعني ومفاوضات الربيع، صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وكل حاجة في طريقها. والواحد فاصل اثنين كان جزء من قرض تحصلت عليه تونس في سنة 2016 بالتزامات وتعهدات من طرف الحكومة التونسية طبعا، ولكن مع الأسف ما التزمناش وما احترمناش تعهداتنا وخسرنا 1.2 مليار دولار أو 3.5 مليار دينار، هذيك مشات وخسرناها وما فما حتى تعويض. هذا قرض في نطاق برنامج استثنائي خاص ما يسمى بالتسهيلات السريعة من طرف صندوق النقد الدولي، وكما قلت هي على ذمة كل الدول العضوة في صندوق النقد الدولي، وهناك 85 دولة حصلت على هذه القروض الآن، وبالتالي مش تعويض بكل وضوح. ثانيا أنه وقت لناخذ هذا القرض وخذنا نعم واخذين هذا القرض، هذا لا يعني بالنسبة للممولين الآخرين أنه ضمان من طرف صندوق النقد الدولي، لا، هذا قرض استثنائي ووضعنا مع الممولين الآخرين باش يبقى مع الأسف صعب جدا. وذلك علاش قلت أن الخروج الآن للسوق المالية الدولية أو اللجوء إلى تمويلات أخرى سيكون تمويلات أخرى أجنبية طبعا سيكون صعب وصعب جدا. أستاذ عز الدين يقول قاي إلى أي حد عنا نعم. قدرة على استقلالية قرارنا الوطني طبعا في ظل استقلالية البنك المركزي وعلى في علاقة بالحكومة وضخ معناها سيولة مؤخرا وتخفيض في التو ديريكتور نسبة الفائض او التمام يعني مازلت عنا مازلنا نحكيه على الاستقلالية في قرارنا الوطني؟ مازلت الاستقلالية وهي معناها ما تتنحاش يا سيناجي راو، يعني سيادة الدولة لابد أن تبقى، ومن سيادة الدولة تستمد كل هذه القرارات. وأنا أقترح في هذا الظرف الصعب جدا أن نحطه ما بين قوسين، حتى استقلالية البنك المركزي تتحط ما بين قوسين، والصالح العام وإنقاذ الاقتصاد هو التحدي الحقيقي وهو الأولوية القصوى، ولكل حادث حديث بعد ذلك إذا نجحنا في هذه العملية، ونحن قادرون على ذلك بحول الله نجو ننجح فيه. في الإجراءات الأخرى اللي اتخذتها حكومة لياس الفخفاخ طبعا وأصدر فيها البنك المركزي منشور إلى كل المؤسسات البنكية فيما يتعلق بتأجيل تسديد القروض بالنسبة للمؤسسات ومساعدتها على أنها باش تستدرك على الأقل معناها شوية ولو جزء من الأضرار المالية الكبيرة اللي تحملتها جراء الأزمة هذه. ثم إشكال تطرح قدام برشا مؤسسات اللي مشاو اتصلوا بالبنوك على اساس معناها تاجيل او تاخير او ترحيل يعني استخلاص القروض والضغوط الماليه البنكيه عرضهم اشكال كبير فرضته البنوك، وهو اللي يتعلق بتصنيف المؤسسات من صفر الى اربعه. برشا مؤسسات معناها مشاو تقدموا بمطالب لتسويه الوضعيات نتاعهم لتاجيل قروضهم، يقولوا لهم لا راكم انتم مؤسسات مصنفين، التصنيف هذا هو معناها المديونيه نتاع المؤسسات، يقولوا لهم لا انتم مصنفين في الصنف الرابع
ما عندكمش الحق تتمتعوا بال، والا المؤسسات اللي مصنفين في الصنف الثالث كيف كيف ما عندكمش الحق. دونك معناها علاش البنك المركزي فرض هالتصنيفات هذه؟ علاش معناها خلى البنك المركزي البنوك يعني باش تميز بين المؤسسات؟ وهل انه شكون الاولى واحرى انه يتمتع بالتسهيلات بالمساعده البنكيه؟ هل المؤسسات اللي لبس عليها واللي صحيح من حقها أن زادة تتمتع بالإجراءات هذه، وإلا المؤسسات اللي مبقى يعني اللي تعاني من مديونية كبيرة؟ نعم سيدي الكريم، هو الإجراء متاع البنك المركزي في رأيي يعني غير كافي وبعيد كل البعد على خطورة الوضع والحاجيات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية الآن. يعني المنشور يقول أن المطلوب من البنوك تأجيل مستحقات الديون بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المصنفة 0 و1، وصفر واحد هي المؤسسات اللي لبس عليها، الصفر هي مؤسسات لوضعها المالي جيد جدا وما عندها حتى تعثرات، وواحد عندها بعض التعثرات الضئيلة التي تتطلب من البنوك المتابعة فقط. ولكن كل المؤسسات اللي عندها تعثرات والتي تمر بصعوبات اللي هي مصنفة 2 و3 و4 المنشور البنك المركزي لا يشملها، وهنا فما مشكل كبير مع البنوك التونسية. ورأيي إعادة النظر في هذا المنشور ضرورة قصوى، وتدخل الدولة لضمان كامل أو جزئي لقروض إضافية للمؤسسات الاقتصادية حاجة ضرورة ولا مفر منها الآن. إلى إذا كان كنا فعلا نحب ننقذ مؤسساتنا الاقتصادية ونبعدها على الاندثار. وهنا نقول ماذا يعني ماذا يضرنا لو كان عندنا يعني خلية أزمة على مستوى البنك المركزي، مش حتى المؤسسات الاقتصادية تلتجي لما يكون عندها صعوبات مع البنوك. ما يضرنا لو كان عندنا خلية أزمة على مستوى وزارة التجارة أو على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى وزارة المالية، لأنه الآن فما لخبطة كبيرة في كل الميادين، وهذا مفهوم لأن الوضع صعب والوقت قصير والإجراءات اللي خرجت ماهيش كلها بالدقة الكافية اللي تمكن يعني إنقاذ المؤسسات بكل سلاسة. فبالتالي لابد من مراجعة هذا المنشور، توسيعه وتدخل الدولة كما صار في كل بلدان العالم. الدولة تتدخل لمساعدة البنوك، لأنه ما نحبوش أيضا البنوك متاعنا تغرق في هذه الأزمة. نحب نحافظ أيضا على البنوك، لأنه بعد الأزمة هذه دور البنوك سيكون مهم جدا، سيكون المحرك الأساسي لإعادة انطلاق هذا الاقتصاد. فبالتالي هنا يجي دور الدولة وهنا يجي دور البنك المركزي. ما نخليوش البنوك وحدهم، ما ينجموش يتعاملوا مع الأزمة هذه وحدهم، هذا غير ممكن. والدليل على ذلك ما قاعد يحصل في هذه الأسابيع من وقت الإخراج المنشور إلى حد الآن. قاطعك سي عزيزين، سمحني، أنا شفت البلاغ نتاع صندوق النقد الدولي واللي أكد فيه عديد المرات على دور البنوك المركزية في الدول هذه، يعني اللي نجم يلعب دور في إنقاذ الاقتصاد، إنقاذ سواء كان يعني المؤسسات الاقتصادية أو حتى الأجراء، هو البنك المركزي. تعتقد اليوم البنك المركزي نتاعنا في تونس لعب دوره كما ينبغي، وإلا مازال فما برشا إجراءات وبرشا خطوات لازم يعملها؟ الإجراءات اللي صارت الآن بعيدة كل البعد على ما هو مطلوب الآن في تونس، بعيدة كل البعد فيما يخص المساعدات الضرورية للحفاظ على مستوى الطلب في الاقتصاد التونسي، بعيدة كل البعد أيضا على هدف الحفاظ على مؤسساتنا الاقتصادية. وراه ما يخيفني في هذا كله، وراه يا سيناجي، أنه إذا كان نواصلوا بهذه الطريقة سنخسر مؤسسات وسنخسر مواطن شغل، وخوفي أن نستفيق بعد هذه الأزمة على نسبة بطالة في مستوى 20% أو أكثر. ما رأيك؟ نسبة بطالة ب 20% أو أكثر شنو باش يترتب عليها كأزمة اجتماعية في تونس؟ كيف سنتعامل معها؟ عندنا ديجا بطالة فنية تقريبا ب 400 و500 ألف. مع العلم أنه نربط في نفس السياق سي عز الدين سعيدان حديث، احنا الحجر الصحي يوفى 20 أفريل كما نجموا نمدوا فيه ونمشي، والأكثر من ذلك إلى غاية 400 إمكانية تبقى واردة كما يوفى ونتجه فيغ لو ديكونفينمون. ما يخلي إذا كان مشينا في السيناريو هذا أنه يتمدد أو يتم تمديد في الحجر الصحي لـ 400، هوني زادة عندها تكلفتها،
الاقتصادية والاجتماعية، شنو اللي ما يستناش في الحالة هذه وشنو يلزم تعمل الحكومة توت فيت؟ أولا إذا كان وصلنا في الحجر الصحي كما قلت راه تقريبا الكلفة لكل أسبوع تساوي 1% من الناتج الداخلي الإجمالي، والواحد في المئة يساوي 1.2 مليار دينار، 1200 مليار لكل أسبوع، لكل أسبوع. وبالتالي الانكماش ربما ما يكونش في حدود 5% أو 4.3 كما قال صندوق النقد الدولي، يمكن يكون بأكثر من ذلك في كثير بكثير. فكيف سنتعامل مع هذا الوضع؟ هل يمكن يعني أن نخسر 10% من مؤسساتنا أو نخسر 10% من مواطن الشغل الموجودة؟ هذا غير مقبول منطقيا. وبالتالي تدخل الدولة بكل ثقلها وبإمكانيات أكبر بكثير من الإمكانيات التي تقدمت إلى حد الآن هو مطلوب هنا والآن. وما نخليوش البنك المركزي وحده في سياساته، وكما ما نخليوش البنوك التونسية وحدها. الدور الأساسي اليوم تلعب الدولة، تلعب مباشرة أو تلعب عن طريق البنك المركزي، هذا خيارها. أختم معك نجي سؤال ما مختصر سي عز الدين، 2.2 مليار دينار، نعم، وين يلزمها تمشي بالضبط؟ احنا نعرفوا نعم. اللي الحكومه عندها ازمه كبيره في الماليه العموميه وازمه اكبر في خلاص اجور الموظفين. هل انه 2.2 مليار دينار باش تمشي الى خلاص الاجور للاشهر القادمه معناها، وهذا من حق معناها كل الموظفين، والا تقترح انه جزء من هال المبلغ هذا يمشي إلى القطاع الصحة العمومية أو غيره من القطاعات؟ ونختم هوني، تفضل. إيه سنجي بكل وضوح أنه هذا القرض هذا مش يمشي للاستثمار العمومي، بيش يمشي لتغطية النفقات العامة بتاع ميزانية الدولة، مع العلم أن الآن ميزانية الدولة عندها شح في مواردها الذاتية. التأجيل لمستحقات الأداءات راهو يخلق أيضا أزمة كبيرة جدا على مستوى ميزانية الدولة كما تم تصويرها في نطاق ميزانية 2020. وبالتالي 2.2 مليار دينار باش تمشي مباشرة لأهم من أهم نفقات الميزانية وهي الأجور، ثم أيضا لتغطية أيضا نفقات هذا المجهود الصحي، ما فماشي أي توجه آخر. ولكنها لن تكفي يا سيناجي، وهنا نقول تدخل الدولة بإصدار رقاع خزينة يكتتبها البنك المركزي مباشرة بمبلغ لا يقل عن 10 مليار دينار هو ضرورة قصوى الآن للدخول فعلا في عملية إنقاذ ناجحة لاقتصادنا. واضح، شكرا لك عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي على تلبيتك للدعوة هذه، شكرا لك على كل المعطيات هذه، وأكيد إيكونوف نرجع لكم من به نهار الاثنين القادم في موضوع جديد. يعطيك الصحة ناجي، يعطيك الصحة برهان، شكرا لكم. يعطيك الصحة بالدباب ناجي، أكدنا المعلومة الخطيرة اللي عطاها لنا نتاع الكواليس هذيك. إن شاء الله إن شاء الله ربي قدر خير، إن شاء الله لاباس، لاباس بقدرة ربي لاباس. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. حديث الساعة بعد مع 9 غير ربع مع زميلنا عادل بوهلال مباشرة على قناة 9. صباح الخير نسيكم.